دلوقتي هنبدأ شابتر 7 ونتكلم على الانتروبي. احنا الانتروبي ممكن نشرحها بأكتر من طريقة. احنا هنبدأ نتكلم عليها دلوقتي كوسيلة ان احنا نوصل لماثيماتيكال اكسبريشن، صيغة رياضية للسكند لو اوف ثيرمودينامكس، القانون الثاني للديناميكا الحرارية اللي احنا اتكلمنا عنه. كان عندنا ستيتمنت ليه، بس كانت ستيتمنت يعني نصية، كنا بنقول ان ينفع كده او ما ينفعش كده، بس احنا عايزين نبقى عندنا ماثيماتيكال ستيتمنت. زي ما الفيرست لو بنقدر نقول انرجي ان بتساوي انرجي اوت، بس نقدر نحولها الى معادلات عشان نجيب الكيو والورك والانترنال انرجي وكده. بالنسبه للسكند لو اوف ثيرمودينامكس نفس الكلام، فعايزين نبقى عندنا صيغه رياضيه. الصيغه الرياضيه دي محتاج ان احنا نعرف في الانتروبي، بس الانتروبي ممكن نعرفها باكتر من طريقه، وهي ليها استخدامات او ليها معاني في اكتر من ابلكيشن للثيرمودينامكس. ولو انت عايز تعرف الانتروبي معناها ايه، ما تكتفيش بس بالفيديو ده، احنا يعني هنتكلم عليها في شابتر 7 كله باكتر من طريقه يعني. بس خلينا نبدا، وكل ما طبعا تشوف فيديوز اكتر وتقرا اكتر هتفهم المقصود بالانتروبي ايه اكتر يعني. ف دلوقتي احنا دايما بنتكلم على انيكواليتي في الثيرمودينامكس، يعني بنقول مثلا انيكواليتي يعني حاجه اقل من او اكبر من. فنيجي نقول ان الـ irreversible efficiency، الـ efficiency بتاع irreversible heat engine لازم تبقى اقل من الـ efficiency بتاعت reversible heat energy heat engine. فدي يعني inequality. ففي واحدة من inequalities اللي هي ليه علاقة بالموضوع بتاع second law، عملها كلوزيوس اللي هو احد العلماء اللي ليهم فضل في تأسيس علم الثيرموداينامكس. فكلوزيوس inequality بتقول ان انا لو عندي سايكل كاملة وعملت تكامل على الدلتا كيو على تي على السايكل، خد بالك التكامل ده في دايرة معناها التكامل على السايكل كاملة مقفولة من أولها لأخرها ترجع لنفس النقطة، التكامل ده لازم يبقى أقل أو بتساوي زيرو. فدي اسمها Clausius inequality. Cyclic integral of delta Q divided by T is always less than or equal to zero. السايكل طول ما هي ماشيه عماله تاخد كيو او تدي كيو، فبتشوف التمبريتشر اللي خدت عندها الكيو دي وبتقسم الكيو على التمبريتشر دي، فالتمبريتشر فاليبل متغير طول ما انت بتلف في السايكل. فطبعا دي يعني حاجه صعبه انك تعملها وتبقى عارف بالظبط الكيو كام عند التمبريتشر كام في السايكلز الحقيقيه، لكن بالنسبه للسايكلز الايديالايزد اللي هي بتبقى ريفرسيبل او سايكل ايديالايزد بشكل تاني تقدر تعرف الانتجريشن ده التكامل ده تعمله ازاي. وهو ده ليه حاجه مهمه قوي، الانيكواليتي دي مهمه جدا لانها هتخلي تديني الماثيماتيكال اكسبريشن اوف ذا سكند لو كمان شويه. فخلينا نشوف الانيكواليتي دي نسبتها يعني، او يعني نشوف تطبيق ليها على سيستم. في السيستم اللي هو مرسوم عندنا هنا ده عندنا ريزرفوار، ثيرمال ريزرفوار، هاخد منه شويه صغيرين حراره عند التمبريتشر بتاعته وهديها للريفرسيبل سايكل. الريفرسيبل سايكل دي لسه ما لفتش السايكل كامله، خدت شويه كيو ادتني شويه ورك ريفرسيبل، وكان في ويست هيت يعني عند تمبريتشر ثانيه تمبريتشر تي. فالويست هيت ده اللي جالي عند تمبريتشر تي هاخدها عند تمبريتشر تي دي واخليه يعمل يعني اكسبانشن لسيستم، في سيستم هنا ياخد Q at constant temperature فيحصل expansion فيقوم مديني شوية work من السيستم ده. وبعدين هبص على ال combined system الجديد اللي هو فيه السيستم الصغير اللي تحت زائد ال reversible cycle اللي فوق، فده ال combined system. combined system ده بيطلع اتنين work، فال work اللي بيطلع هو اللي هنسميه DWC combined اللي هو يساوي او دلتا، يعني اللي هو بيساوي دلتا ورك ريفرسيبل بلس الدلتا ورك بتاع السيستم. طيب لو عملت بقى فيرست لو اوف ثيرموداينامك انرجي بالانس على الكومباين سيستم ده، فانا داخل لي كيو ار وبعدين الكيو ار دي بالنسبه للاثنين ادتني الورك كومبايند، بس هي طبعا ممكن تكون عملت شويه تغيير في الانرجي بتاعت السيستم نفسه، التوتال انرجي كونتنت بتاعت السيستم الانترنال انرجي بتاعته، لان هي ما لفتش سايكل ولا حاجه، فهنا حصل حركه صغيره بس لسه السايكل ما كملتش، ففي برضو شويه تغير في الانرجي بتاع الكومبايند سيستم. فلو بصينا على الورك اللي طالع ده
هتساوي دلتا كيو ار ماينس دي اي سي. تمام. طيب انا عندي، احنا قلنا ان دي ريفرسبل، فلو دي ريفرسبل يبقى عندي علاقه ما بين الكيو والتي اللي هي بتاعه الثيرموداينامك تمبرشر سكيل اللي احنا طلعناها المره اللي فاتت، كانت الكيو ار او الدلتا كيو ار على الدلتا كيو هتساوي التي ار على التي، او ان الدلتا كيو ار دي بتساوي التي ار في الدلتا كيو على تي. فلو حطيت ده بقى هنا في الكويشن بتاع الورك مكان الكيو ار، هيبقى تي ار في دلتا كيو على تي، احنا حطيناها هنا ماينس الدي اي سي. اوكي، فانا لو لفيت بقى سايكل كامله او مالتيبلز من السايكل، يعني مرتين ثلاثه اربعه بس كامله، مش هيبقى فيه، لان دي ريفرسبل فهترجع لنفس النقطه، فمش هيبقى فيه اكيوميليشن، مش هيبقى فيه تغير في الانرجي بتاع السيستم لانك رجعت لنفس النقطه. في الحاله دي هيبقى ال دلتا دبليو سي بتساوي تي ار في الدلتا كيو على تي. لو عملت انتجريشن عشان تجيب الورك اللي طالع، هتساوي التي ار في الانتجريشن، تي ار ده تمبرشر كونستانت، في الانتجريشن بتاع دلتا كيو على تي. طيب نبص بقى على الورك اللي طالع ده، يعني الكومباين سيستم ده لو بصيت عليه، فانا عندي تي ريزرفوار وبعد ادي الكومباين سيستم بيطلع ورك بس كده. فانا عارف ان ده ما ينفعش من ناحيه السكند لو اوف ثيرموداينامكس، ما ينفعش يبقى عندك تاخد بس من وان ريزرفوار كيو وتطلع ورك، ده كده فايوليشن اوف ذا سكند لو اوف ثيرموداينامكس. فاذا الكومبايند ورك ده ما ينفعش يبقى بوزيتيف، لازم يبقى نيجاتيف، ممكن يبقى زيرو بس ما ينفعش يبقى بوزيتيف. فبالتالي لو حطيت ده زيرو او بالنيجاتيف، طبعا تي ار دي يعني هي بوزيتيف، ده تمبرشر. يبقى اذا التكامل الكامل على السايكل للدي كيو على تي لازم تبقى اقل او بتساوي زيرو. هو ده كلوزيوس قاله، الانيكواليتي بتاعت كلوزيوس. طيب امتى تساوي زيرو؟ خد بالك ان دي هنا دي ريفرسبل بروسيس، فممكن تلفها. فلو لفتها يبقى انت هتمشي بالعكس، فلو مشيت بالعكس يبقى ال W داخل وال Q هي اللي خارجة، هتبقى ادي الكومباين سيستم هو جوه ريفرسبل، فانت ماشي كده QRWC. فدي في الحالة دي ال WC لازم تبقى نيجاتيف، ما ينفعش تبقى بوزيتيف، لأنها لو بوزيتيف معناها ان في حاجة غلط في السايكل دي. فهي بالتالي لو هي ريفرسبل ما ينفعش تبقى بوزيتيف او تبقى نيجاتيف. ففور ريفرسبل بروسيس عندي التكامل ده هتساوي زيرو، فور ايرريفرسبل بروسيس التكامل لازم يبقى اقل من الزيرو، فهو اقل او بتساوي زيرو. احنا قلنا طبعا ان دي ريفرسبل، بس دي ما قلناش انها ريفرسبل يعني. تمام. فهو ده اللي مكتوب هنا، وادي الكلوزس انيكواليتي اللي هي طبعا تبقى فاليد لكل البروسيسز. لو هي ريفرسبل، طبعا احنا هنا ريفرسبل احنا حاطين ريستريكشن انها تبقى ريفرسبل، بس هي دي برضو صح لو هي انترنالي ريفرسبل، اللي هو ريستريكشن اقل شويه، لان انا ما يهمنيش اللي بره بيحصل ايه. لو هي انترنال ريفرسبل لازالت برضو ممكن دي تبقى بتساوي زيرو في الناحيتين. انترنال ريفرسبل كافيه كريستريكشن ان تخلي الكواليتي دي صح. طيب لو انا عندي حاجه بتلف وترجع يبقى التكامل بتساوي زيرو. زي تخيل انا عندي نقطه رحت ورجعت لنفس النقطه، فعملت تكامل مثلا من ستيت 1 لنفس ستيت 1 يعني على سايكل للفوليوم، فتغير ورجع هيبقى بزيرو برضو، لان مفيش تغير، رجع لنفس النقطه. ليه؟ لان الفوليوم ده ستيت فانكشن بيعتمد على الستيت نفسها. فالحاجه اللي انت لما بتعمل الانتجرال على السايكل وترجع لنفس النقطه يبقى النتيجه الانتجريشن ده زيرو، معناها ان الحاجه دي بروبرتي اوف ذا سيستم اوف ذا ستيت، يعني دي ستيت فانكشن. فبالتالي ده كله كده على بعض ستيت فانكشن جديده، ستيت فانكشن جديده
لانها مش معتمده على الباس، لانك بعد ما رجعت هي معتمده على النقطه اللي انت فيها. فلو انت جيت قلت ان دي كيو باي تي internally reversible، هنسميها property جديدة ونسميها S دي S وده تغير، فيبقى احنا كده عرفنا ال property جديدة اللي اسمها الانتروبي. دي S هي دي Q على T لل internally reversible Q، دخلت Q بشكل reversible يعني. ولو عايز اجيب ال entropy change اعمل تكامل، فهتديني الدلتا S لان كده يعني بتساوي ال S2 minus ال S1. فالتغير في الانتروبي اللي هو ال S2 minus ال S1 بتساوي تكامل 1 to 2 DQ DQ دلتا Q على T لما تكون internal reversible. طيب هل ده معناها ان البروسس لازم تبقى internal reversible؟ لا، خد بالك انت الاس دي ستيت فانكشن، فالاس بتعتمد على نقطتين. فانا لو بتكلم ادي تي اس دايجرام، هرسم دايجرام جديد تي اس وعندي نقطه واحد ونقطه اثنين، الفرق ما بين واحد واثنين دلتا اس ثابت. فانت لو مشيت من واحد لاثنين بطريق ريفرسيبل او مشيت من واحد لاثنين بطريق ايرريفرسيبل، الفرق ما بين الانتروبي اس 2 واس 1 هو نفس واحد، مش فارقه انت ماشي ازاي، لان الاس دي ستيت فانكشن. اللي هما مش زي بعض ده دي 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 كيو على تي انترنال ريفرسيبل، دي ما بتساويش دي كيو على تي لو هي مش انترنال ريفرسيبل. دي حاجه، دي بتديك رقم ودي مش بتديك رقم تاني، دي هتديك الانتروبي تمام، لكن دي مش هتديك الانتروبي، دي هتديك رقم ما مش مهم بالنسبه لنا يعني. طيب خلينا نبص على حاله خاصه لما بنتكلم على internally reversible isothermal heat transfer process. فدي حاله خاصه وسهله يعني، ان انا هعمل isothermal، فلو هي isothermal temperature constant internally reversible temperature constant انا طلعها بره التكامل، هيبقى تكامل دي كيو هتديني كيو، فهتديني كيو على تي نوت، كيو دي اللي هي حصلت وقت reversible internally reversible. Turn reversible heat transfer isothermal معناها مفيش دلتا تي، فالتمبرشر في التو بوديز اللي بيحصل فيه هيت ترانسفير كونستانت isothermal. ودي ممكن تكون موجوده في حالات ونقدر نستفيد بيها ونحن نجيب الدلتا اس بسهوله قوي. فممكن نبص على الاكزامبل ده. انا عندي هنا piston cylinder arrangement example 7.1 piston cylinder arrangement، هدخل له كيو 750 كيلو جول، والتمبرشر جوه هتفضل كونستنت. فممكن يكون عندي ليكويد فيبر ميكشر، فالليكويد مثلا يحصل له ايفابوريشن والتمبرشر ما تتغيرش عند 300 كلفن، فجوه عندي انترنال ريفرسيبل بروسس وبدخل لها كيو، فالدلتا اس لان ده ايزوثيرمال التمبرشر ما اتغيرتش هتبقى بتساوي كيو على تي بس، يعني تساوي 750 على 300 كلفن، فتقدر تجيبها على طول. واليونتس بتاعت الدلتا اس هنا هي كيلو جول بير كلفن، يعني انرجي بير تمبرتشر. زي ما قلت احنا هنتعلم اكتر عن الانتروبي طول ما احنا ماشيين، فخليكم معانا في الفيديوهات اللي بعد كده عشان نفهمها اكتر.